لو ما هو يعني الاضرب جزء ما يتعمر ادوس عليه مره ومرتين وثلاثه ليش لاني ميدائي هلا طبعا انا هون من بدايه المشروع يعني مثل انه بعتبر المشفى انا بيتي الثاني ويعني كثير بقضي ايامي هون اكثر ما اقضيها بالبيت ان شاء الله يا رب هلا مرضى مستفيدين كثار يعني من مختلف انحاء العالم يعني حتى من العراق من الدير حتى من دير الزور اجوا يعني من اماكن كثيره فانه بيحكوا لنا طبعا يعني يحكوا لنا عن رحله سفرهم انه تعذبوا كثير يعني بيمشوا مسافات طويله يعني حتى في منهم حوامل مثلا مشيت مسافات يعني مثلا كبار بالسن هلا فيك بتقول كمان يعني كبار بالسن يعني عندهم كلهم عندهم اولاد عندهم كذا كانوا يحبوا يعني انه دوم يعني يتجمع اولادهم حواليهم يتجمع ناسهم فهلا صار كل واحد بديره يعني ناس بتركيا وناس بلبنان وناس كمان اثرت عليهم والكبير بالسن كمان بده رعايه بده حدا انه يهتم فيه فشاف حاله انه صار لحاله هلا اذا لاحظنا الاطفال هلا مو مثل الاطفال قبل يعني أطفال قبل كانت تلعب ما يعني إنه في اللعب كان أخذ مجاله الدراسة كان في دراسة هلأ أطفال هلأ بتحسها حتى شايف مسؤولية قبل يعني تشوف أطفال هلأ يعني صار بيحتاروا دي أمنوا المي ودي أمنوا كتير شغلات مع إنه هو طفل يعني بشوف الطفل أنا مثلا جاي على دوام بشوف طفل محتار دي يجيب مي دي يجيب خبز لأهله يعني صار هو ياكل يعني ياكل هم العيلة يعني شيء المسؤولية شيء تاني الدراسة يعني وهي أهم شيء عم نحرمه من يعني أنا درست بوطني وبدي أخده بوطني فذلك أنه ضليت بمكاني